لما الفنانين يقولوا احنا لا احنا محتاجين المهرجانات دي تبقى بدل المره مرتين واكتر في السنه، ويكون في تنوع وفعاليات كبيره وكتيره ومهمه، ده ينقلنا كمان لمهرجان العالمين، العالم عالمين. المهرجانات الكتيره والمهمه دي انت مش بس بتاكد على قوتك في فنك ويعني والابداع اللي موجود عندك، لكن كمان من ناحيه تانيه انت بتروج للسياحه زي ما حصل في العالمين. والحقيقه ما شاء الله، يعني احنا بنتكلم في اعداد قياسيه، بنتكلم في حوالي مليون يعني كانوا موجودين في مهرجان العالمين، ده غير السياحه العربيه اللي ليها النصيب الاكبر في الملف ده. طيب ايه بقى اللي هيحصل في الاسبوع ده ان شاء الله؟ احنا عارفين دايما في الويك اند او في اخر الاسبوع في مهرجان العالمين بتكون الحفلات، فعندنا باذن الله في حفل للمطرب الشعبي عمر كمال، ده هيكون يوم الخميس اللي جاي ان شاء الله. فده برضو دايما بأكد، شايفة دايما في اختيار الفنانين والمطربين التنوع بشكل كبير، كان حكيم وكانت أنغام وكان وتامر حسني وي، فطبعا بنعدد أسامي كبيرة كل واحد ليه بصمته في فنه. كمان عندنا ويجز مطرب أو مطرب الراب برضو هيكون يوم الجمعة اللي جاية 1 سبتمبر. ويجز الحقيقة حتى كتب على صفحته وروج بقى يعني للحفلة، قال إن هو يعني طبعا مستنيينكم وإن هو سعيد كمان إنه متحمس إن احنا نختم سوا مهرجان العالمين ومنتظرينكم يوم 1 سبتمبر. فغير طبعا حضور الحفلات دي، لكن زي ما انتم شايفين كل الشاشات بتتابع وبتنقل لحضراتكم الحفلات دي سواء على الهواء او بتكون معاده ومسجله بعد كده، علشان يكون في اكبر قدر من المشاركه والحضور والناس كلها يعني تبقى سعيده وتنبسط ان شاء الله.